ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه فراخ بالخضار المبهره، طعمها هيجنن، وطبعا بدون اي مواد دهنيه زي ما اتفقنا ان كل اكلاتنا هتبقى بدون اي مواد دهنيه، يا اما مواد دهنيه قليله جدا. المقادير بتاعتنا: فراخ، بطاطس، جزر، كوسه، بصل. معايا 2 بطاطس وواحده جزر واتنين كوسه وواحده بصل. الخضار على حسب ما انت عايزه، ممكن تزودي الكميه او تقلليها. ومعايا معلقة صلصة كبيرة، ونص معلقة هريسة شطة، ونص معلقة من الثوم الباودر والبصل الباودر والكمون والقرفة والفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة بهارات مشاوي، وعلبة زبادي، وكاتشب، وصوص الباربيكيو. أول حاجة هنحط الصلصة والهريسة على الفراخ، وبعدين الزبادي، وتقلبيهم كويس مع بعض، وبعدين صوص الباربيكيو معلقة كبيرة، والكاتشب معلقة كبيرة برضو، واخر حاجة البهارات بتاعتنا، ونضيف الخضار عشان الخضار برضو ياخد طعم التتبيلة، ونقلبهم كويس مع بعض. قلبناهم مع بعض كويس، نضيف الملح على حسب الرغبة، وترجعي تقلبيهم كويس برضو. بعد ما قلبناهم كويس هتغطيه وتحطيه في التلاجة لمدة ساعة. هنحط الفراخ بتاعتنا في التلاجة لمدة ساعة ونرجع تاني نكمل مع بعض. بعد ما تبلنا الفراخ هنحطها في صينية تكون تيفال عشان ما تلزقش مننا، لانها ما فيهاش اي مواد دهنية. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف في النص. هدخلها الفرن وارجع لكم تاني. دي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعتها من الفرن، ريحتها تجنن وطعمها تحفه وصحيه جدا عشان ما فيهاش اي مواد دهنيه. انا هقدمها مع رز مبهر بدون اي مواد دهنيه، سايبالك طريقته في الديسكريبشن بوكس اسفل الفيديو. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ده تدوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد.